اول شيء بكتب الصوت، بسجل الصوت. طبعا بكون انا مثلا جهزت ونفترض عندي طبعا 25 مقطع، كل مقطع 4 ثواني او 5 ثواني او 6 مع شهدين او 3. هالحالة هاي بدي اول شيء بسجل الصوت. طبعا ليش بسجل الصوت؟ انا تعلمت من مراسلين، انا ما كنت خلص اول مراسل ابدا ولا اشتغلت بالاعلام، بس تعلمت من هالمراسلين، ظليت اعكس يعني الاعلام ما بده شيء. صحيح الصحفيين خلوا عن هالبلد وزاروا تركيا وطلعوا على تركيا، فنحن مجبرين نتعلم. يعني اول مره ما ظبطت لحد التقارير لسه فيها كثير اخطاء، بس اللي طريقه التسجيل عندي طبعا الكمبيوتر او على الكاميرا بسجل الصوت، بعد ما اسجل الصوت بصير بسقط عليه التقارير الصور. لاني اذا انت بتسجل مثلا ولنفترض حطينا الفيديو هي انا مش على استاذ بس على الصور، بس ولنفترض احنا مثلا حطينا هون فيديو اشتباكات، هون هاون، هون جريح، هون اسعافات، بدك واحد يسجل صعب يتحكم في صوته مع الصوره. يعني ممكن لاني اذا بتسجل وكل واحد يجرب عنده في البيت حط مقطع فيديو بعدين سجل بيصير سكوت، والسكوت في التقرير دوت ما بتاخذه ابدا. دوت مشهوره اللي هي الجزيره او العربيه او اورينت او سكاي نيوز. فدائما انا بالنسبه لي بشتغل طبعا بجوز غلط او صح، هون بدي يعني بتختلف الكلام. التقارير الحربيه غير عن التقارير الانسانيه تماما، واذا عندك في التقرير شاهدين غير عن ثلاث شواهد، ثلاث شواهد افضل. طبعا دائما التقارير ما بصير تبدا بشاهد، يعني دائما حسب ما تعلمتها التقرير بيكون اول لقطه هي اكثر لقطه مؤثره في التقرير. انا بعرف قدام التلفزيون على الجزيره بتركز دائما على شعور البارد في بيته، بيشوفوا خرجت على الجزيره طلع مثلا تقرير على مشفى ميداني، اذا بتطلع هو ناس داخلين على المكاتب وناس طالعين ما استفدناش، ولو طالع المشفى لا، مثلا مشفى ميداني لو طلع اول شيء مثلا دم، خلاص انا شديت المشاهد بيكمل تقريره. يعني دائما لازم اول لقطه في التقرير تكون اكثر لقطه مؤثره في التقرير تشد اللي راح يتابعها. هلا اذا تجي طالع هون مثلا تقرير 10 دقائق او ربع ساعه او 5 دقائق عن الدور الاعلامي، الناس بتمل. يعني شو ناس بتجي ما بطلوا المحاضره، ما في شيء مؤثر. بس بدي اطالع مثلا انا اول لقطه بالتقرير ان الاستاذ هو عم بيعطي محاضره موجوده بالداخل السوري، او طالع اول لقطه لانها جايين طبعا على المصاري نزل صاروخ، نزل صاروخ اللي هلا اللي راح يصور نزل صاروخ ومع ذلك كملوا التقرير. يعني طالع مثلا شو التقارير الحربيه والانسانيه بعدين نزل الصاروخ ورمى 10 امتار من برميل. عند يعني هذا كلها اي واحد يطلع من هون قبل قبل الشعار سايب 5 تقارير. لو قريت على الشارع العام الاسلاميه ما هي قبل قبل الجزائر او حتى الكتائب الاسلاميه بتعاملي مع الاعلاميين حتى بغض النظر عن الدوله، انا اي واحد شفته انا عم بصور ياخذ 200 طول بالك اي يوم. يعني صار حتى الاعلامي ضعيف، لو في عندنا احنا اعلام كويس بتلاقي ما راح يصير عندنا افلام المخرجين اللي ما راح يسووا افلام اللي عم يصير بالمناطق المحرره، بس للاسف ما في اشياء. طبعا بختلف هلا من كم يوم نزل مثلا برميل وجاب مصر. انا عندي هالحدث هذا نزل هون برميل، طلعنا عائله تحت الانقاض، صورت الدخول خلص انهد الفيلم. اللي عم يصير مثلا في فرق هون اسمه الاعلام الحربي، عم بوجه الكاميرا هيك عم بيعطي للنظام الشارع نزل، برجع بوجهه هيك بيعطيه مثلا موجوده هون كثير ونفترض احرار سوريا او لواء التوحيد. طبعا احنا في مخبرين كثير مع النظام بيجي بقول له هون نزل برميل، برجع فيها بنزل نفس المكان برميل. الله اكبر الله اكبر. خلاص هلا انت عندك الحدث ليش راح اوجهه لشارع ولا اوجهه مثلا لكثير؟ ما في داعي ثاني ابدا. انت عم تعطي للطيار خلص جاي على دروب مكانك انت عميل بدون ما تعرف. يعني هو عم تعطي احداثيات. والتصوير الحديث ما عاد في داعي والله احط كاميرا هيك في ايام الجامعه او بالموبايل الله اكبر الله اكبر. فهلا ما عاد في داعي خلص خلي واحد يشوت ثابت كاميرا ثابته ونفضل هي الكاميرا. طبعا هاي الكاميرا غير كاميرا هاند كام، هاي هاند كام بترج الايد. هاي الكاميرا هيك هاي بشيل هيك بترج ايده صعب واحد يتحكم فيها. هاي اغلب اللي بشيلوها مشان الطياره مثلا هي عم تتبر بيه الحربيه هي عم تتصور هيك. فهمت هاي الكاميرا هيك يعني تكون يتساقي ما تحرك صعب. انا لما رحت اخذ معي الفرايبوت اركب عليه
بس عم تقولي رسالة ليش 4 ثواني؟ أنا ممكن أي شخص يثبت إيده 4 ثواني، 5 ثواني، أقصى حد للشر اللي هو المقطع 7 ثواني 5 ثواني، أكثر من هيك المشاهد من الغلوات ما بتاخذه حتى لو كان تقليل أكشن، يعني بدي أحطه على الدبابة وهي ماشية، أحط القذيفة وبعدين عم بضربه وقت، زدته تقليل ممكن، مين ما كان، أنا أعطيه تقليل اللقطة الدبابة وهي عم تضرب، اللقطة الأفضل هي مثلا مكان ما نثبت.